كل البعد. الشروع في الغضب بالإكراه، أين أكرهها؟ أين هي عوامل الإكراه؟ أين هي عوامل الإكراه؟ هل انحرف بها على الطريق؟ لا. في سلاح؟ لا. هي في العربية قال لها تستري بوالدي يطلب فدية؟ معالي المستشار الجليل، نحن أمام تهمة شروع في خطف. أرجو من المحكمة الموقرة من خلال المستندات وأوراق الدعوة أين هي أركان جريمة الشروع في القطف؟ ولكن حقيقة الأمور المجني عليه شاب مطحون زيه زي المتهم شاب مطحون زي كل الشباب. ماذا يفعل؟ يستيقظ من النوم الساعة 6 الصبح يودي عياله المدرسة، ثم يشغل تطبيق أوبر وجهة على مدينتي، ما بيشتغلش بيه، وجهة على مدينتي، يعني لو قابله حد رايح مدينتي يوديه، ثم يترك سيارته ويركب السيارة الخاصة بالدكتور مصطفى، ثم ينهي عمله مع الدكتور مصطفى، يركب عربيته وجهة للبراجيل محل إقامته، يعني بيقول إيه؟ أنا بجيب البنزين رايح جاي.